لعيبه. طبعا لم يظهر برضو عشان ما حدش يقول ان احنا بنعمل وبتاع، هو لم يظهر حتى الان بهذه العظمه مع النادي الاهلي. ولكن لما سالت كابتن عظيم امبارح قال لي لا ده لعيب جامد جدا، اول ما هيقف على رجله هيفرق كتير جدا. مع غير طبعا قال بعد كده ان هو برضو جاي من اوروبا على افريقيا، فده فرق مناخ مختلف، صدمه حضاريه وصدمه مختلفه خمس شهور كمان. الوضع بالنسبه لمودست مختلف. لو تفتكر ان انا مع حضرتك كنت انا واحمد ثابت اول ما الاهلي تعاقد مع مودست عملنا له حلقه وجبنا تاريخه وارشيفه. لا هو كمهاجم تاريخيا لا مهاجم كبير جدا ان هو يبقى متواجد حتى في القاره الافريقيه، ومهاجم تقيل ونوعيه مختلفه. وشفنا حتى وهو زي ما الاستاذ عصام بيقول كده، هو كان في سكون اربع خمس شهور، لكن حتى مع انتقاله للنادي الاهلي كان في اصداء كبيره. هي الفكره كلها هو هل يقدر يتكيف بس مع الاوضاع هنا في الدوري المصري، مع طبيعه اللعب، طبيعه طريقه مارس الكره. حتى مارس الكره كان ليه تصريح قال انا مش هغير طريقه لعب النادي الاهلي عشان خاطر مودست. هو جايبه عشان خاطر هو لازم يعني يتكيف بشكل او باخر مع طريقه لعب يعني النادي الاهلي. لكن هو حتى الان للامانه ما نقدرش طبعا، مش زي ما استاذ عصام بيقول احنا مش هنخدع الناس، يعني مش هنطلع نقول حاجه لا 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 لا. هو حتى الان لم يقدم اي شيء. ده طبيعي، انت لو قلت اي حاجه ثانيه غير كده تبقى غلطان. بالظبط. لكن هو مثلا نقدر الظروف ما خدمتوش، الظروف ما خدمتوش، ونقدر نقول انه في ماتش المقاولين يعني لا ابتدى يعني ابتدى يتحرك، هي افضل ابتدينا نشوف اماره. بالظبط، نحس اماره بسيطه يعني، بحس انه بقى اخفف الحركه. هو بقى يعني بره الفريزر اهو، التلج هيفك يا جماعه واحده واحده. ده الكلام بالظبط. الفكره كلها حتى حضرتك اتكلمت فيها امبارح بتتكلم فيها النهارده، هي موضوع التصيد. ليه احنا بنشوف مثلا النادي الاهلي النهارده كسبان مباراه، تاني يوم او قبلها بيوم في انديه اخرى خسرت، عادي طبيعي جدا. لكن هتلاقي دايما التركيز يجي يقول لك ايه، اصل امام عاشور متخانق مع كولر. طب ما الراجل مصاب وعارفين ان هو مصاب وقلنا ان هو مصاب. لا هو ما بيلعبش، هم متخانقين. فليه هنا النهارده؟ السنه اللي فاتت كان كله كهرباء، خلاص عرفنا ان السنه اللي فاتت كان القصه كلها اول ما تحصل مشكله في حته معينه يقول لك طب لا ده كهرباء، نشوف بقى غرامه الكهرباء وموضوع غرامه الكهرباء. الموسم الحالي كل ما تحصل حاجه يقول لك ايه، امام عاشور. طب ليه امام عاشور؟ النهارده ممكن نستعرض يعني بالمره كده ارقام امام عاشور مع النادي الاهلي اللي هو اتصاب له ماتشين ثلاثه. لكن لو جاهزه ونطلع الفصل الاول يا سمير ممكن ناخدها على طول. اطلع الفصل الاول. طب ناخد هطلع الفصل الاول وبعد هذا الفصل هرجع لحضراتكم، لانه في برامج دلوقتي واحنا بالمناسبه يعني واحنا قاعدين تكلموا يعني ان ايه يعني ان على بعض الخلافات في داخل. هنتكلم عن هذه في حاجه بقى قبل ما تروح الفصل يا ناس يلي فيديوهاته مشجعه لجمهور الاهلي من جمهور الاهلي، ما تقولوش حاجه ما بتنفعش في عالم كره القدم مش بس في النادي الاهلي. في حاجه اسمها كولر هيتخصم له عشان ماتش يا جماعه مثلا يعني حاجات، في حاجات منطقيه نقدر نرد عليها، ولكن في حاجات يا جماعه غير منطقيه. هو اساسا خالد بيبو بيتدخل لما نيجي نتكلم عن خالد بيبو، خلينا نطلع عفوا